اليوم راح نحضر معكم ستيك الدجاج المطفى بالحمض مع البطاطس الكريمية. راح تغير عندكم المعادلة ويلا نبدأ. بداية في عنا حاجتين بطاطس متوسطي الحجم 500 جرام راح نوضعهم بالماء نستوي لمدة 25 دقيقة. في عنا هون صدر دجاج منوع بالخل مغسول بشكل جيد 500 جرام أيضا. راح نبدأ نقطعه ونزيل الزوائد السفلية من الصدر على هذا النحو الشكل اللي شايفينه حضرتكم. وطبعا هي العيارات والمقادير مع الطريقة أنا كفيل فيها إن شاء الله أن تكون طعمتها مشابهة لما يقارب 99% لسمك الفيليه. وصدقًا راح تعتبروا أنفسكم على نفس الطريقة مجرد ما حضرتوه عم تاكلوا سمك الفيليه. راح نستخدم كيس النايلون ونعمل عليهم المطرقة حتى يعني قوامهم ويكونوا بنفس الوقت مفتتين نوعا ما، يكونوا مؤهلين لأنه يتشربوا الحمض والتبلة. وبحال ما كان في عندكم مطرقة بتستخدموا أي شيء ثقيل الوزن حتى تعطوا هذا القوام. هي كاسة طحين، نصف ملعقة بابريكا مدخنة، نصف ملعقة فلفل أبيض، إضافة نصف ملعقة ملح. وراح نخلط الطحين مع المواد المضافة. وهون في عنا 250 جرام زبدة راح نقتطع منها ثلاث مكعبات ما يقارب 100 جرام مثل المظاهر أمامكم على الكاميرا. وبتقدروا تستخدموا السمن أو الزيت، ما في مشكلة في حال عدم توفر، أو زيت الزيتون. بعد ما حمينا المقلاة على النار راح نوضع 100 جرام الزبدة ونتركها حتى تسيح، ونبدأ بتتبيل الصدر بالطحين والتبلة مع البهارات وننزلها فوق الزبدة داخل المقلاة. وطبعا راح نستنفذ كامل كمية الدجاج داخل المقلاة، بيكون نوعا ما صارت البطاطس جاهزة لأنه نبدأ بتحضيرها على جنب. وطبعا النار لازم تكون على الدرجة المتوسطة بالنسبة للدجاج، ومجرد ما أخذت لون راح نقلبهم على الطرف الآخر من الأسفل إلى الأعلى، وراح نوضع مطيبات عطرية تمام. وعلى رأسي المطيبات الروزماري أو أكليل الجبل بنصح فيه بما يخص الدجاج على وجه الخصوص. راح نوضع 4 سنون ثوم حتى ناخذ النكهة الطيبة الشهية. وراح نبدأ ننزل عليهم شرائح الليمون. ومباشرة مجرد ما أطلقت قطع دجاج نداء الاستغاثة سارعنا لإنقاذها بحمض الليمون وبدأنا نطفيها. ريحة لا يمكن تخيل على الإطلاق، شهية ولذيذة فوق التصور. وبمجرد ما تشرب اللحم حمض الليمون راح نبدأ نقلبه من الأسفل للأعلى حتى ياخذ لون او يكون لونه موحد بشكل كامل. وراح نتركهم على جنب على نار متوسطه، طبعا ما نرش عليهم رشه ملح، طفيفه بسيطه سريعه. ونبدا بتحضير البطاطس على جنب. الان راح نبدا بتحضير البطاطس بعد ما انسلقت لمده 25 دقيقه. نوضعهم داخل صحن زجاجي ونبدا بهرسهم عن طريق هي الاداه مع كاسه حليب صغيره الحجم حتى يعطي البطاطس قوام. وراح نستغل الحراره وننزل عليهم 50 جرام من الموتزاريلا. تقدروا تستبدوه بأي نوع آخر من الجبن بعد ما تحلوه منزليا، رشة ملح بسيطة إضافة لرشة بابريكا مدخنة بسيطة كمان. ونعاود خلط المواد مع بعض البعض حتى تصير البطاطس كريمية مثل ما لكم شايفين ما شاء الله تبارك الله. الآن رح نترك البطاطس الكريمية على الجنب ونبدأ نشطب على الوصفة من الآخر تمام. بعد ما أخذت لون نضجت داخليا على هذا الشكل اللي ظاهر أمامكم، بالنسبة للريحة لا يمكن وصفها على الإطلاق تمام. رح نبدأ نزين الطبق، طبق التقديم النهائي. يعني عن جد حتى البطاطس وانا عم بسهلها وبشكلها ريحتها رائعه جدا. فرغنا الان من تحضير قطع الدجاج بعد ما نحمسه ونضجه داخليا. راح نوضع شرائح ليمون كنوع من انواع التطعيم للبطاطس وحبات الثوم تمام. وراح ننزل عليهم افرازات الزبده مع اللحمه مع الروزماري والبهارات المضافه مع شرائح الليمون فوق البطاطس حتى تتنكه بشكل عام الوصفه تكون مطعمة ببعض البعض. ونهاية بنكون فرعنا معكم تحضير وصفة ستيك دجاج المطفى بالحمض مع البطاطس الكريمية. فضلا يرجى نشر المشاركة حتى نستمر معكم ونوفيكم بكل جديد. كان معكم الشيف محمود درويش من المطبخ خرافي، وإلى وصفة مقبلة.